بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 36 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة قطر، باعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول: أنا أخت لكم في الله مقيمة في دولة قطر، ولي عدة أسئلة. أول أسئلتها شيخ صالح تقول فيه: علي أيام لا أعرف عددها من شهور رمضان، وأنا أصوم الآن الخميس والاثنين أو الخميس كلما سنحت الفرصة بذلك، فهل ذلك صحيح أم علي كفارة إطعام مساكين أيضا جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن صيام رمضان، صيام شهر رمضان، ركن من أركان الإسلام، على كل مسلم مكلف قادر على الصيام. قال تعالى: من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فأوجب الله الصيام على هذه الأمة أداء لمن حضر وهو صحيح، أو قضاء لمن كان مسافرا أو كان مريضا من أيام أخرى. فما ذكرته السائلة من أن عليها أيام من رمضان أفطرتها إما متعمدة من غير عذر، أو أنها معذورة بحيض أو نفاس، أو كانت مسافرة، أو غير ذلك من الأعذار الشرعية، المهم أنه يجب عليها القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها. وإذا كانت لا تعرف عددها فإنها تقدرها وتجتهد في تقديرها، وتصوم بعدد ما يغلب على ظنها أنها أفطرته، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، لأن تخرج عن كل يوم مقدار كيلو نصف من الطعام للفقراء، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما صيام التطوع كما ذكرت أنها تصوم الاثنين والخميس، فهو لا يجزي عن صوم رمضان، لا بد من القضاء بنية القضاء من رمضان، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. صوم التطوع لا يجزي عن الصوم الواجب، فلا بد أن تصوم الأيام التي أفطرتها إن كانت تعرف عددها، وإلا فإنها تقدرها وتجتهد في تقديرها، وما غلب على ظنها من عدد هذه الأيام فإنها تصومه قضاء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا وتقول: زوجي يطلب مني أن أمسح له الحذاء، وتأبى نفسي ذلك، وأعتبرها إهانة لي، خاصة أنني متعلمة وخريجة جامعة مثله تماما، ولا أستطيع أن أؤدي ذلك برغم تصميمه، مما سيولد خلافا بيننا، فهل أنا آثمة في ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الأمر في هذا سهل جدا، وطاعتك لزوجك في أمر يسير وهو مسح الحذاء أمر ليس بالصعب، وهو يكسبك رضاه عنك، وليس يكلفك شيئا كثيرا أو يشق عليك، فالذي نرى أن تطيعيه في ذلك، وليس في ذلك إهانة. الحمد لله، كما ذكرت ليس فيه إهانة، أنه أمر يسير وتحصل به طاعة الزوج ورضاه، فالذي نراه أن تطيعي في هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض النساء شيخ صالح إذا كانت متعلمة كأختنا هذه أو كان تعليمها يفوق تعليم الزوج، ربما يولد ذلك عندها شعورا نفسيا معينا، هل من كلمة الشيخ صالح؟ نعم، حق الزوج واجب على زوجته سواء كانت متعلمة أو غير متعلمة، فإن الزوج له حقوق عظيمة على زوجته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، سواء كانت متعلمة أو غير متعلمة. كما أن الزوج عليه حقوق لزوجته سواء كان متعلما أو غير متعلم، فالحقوق لا يراعى فيها كون الإنسان متعلما أو غير متعلم، وإنما يراعى فيها الاستطاعة وعدم الاستطاعة فقط. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن إذا كانت الزوجة متعلمة وزوجها غير متعلم، أو كان المؤهل غير متكافئ، لا يضر أو لا ينبغي أن يكون منظورا إليه في مقام الزوجية شيخ صالح؟ نعم، في مقام الزوجية وغيرها، بل المطلوب العكس، وهو أن كلما تعلم الإنسان كلما كثر تواضعه. طيب، كلما تعلم الإنسان كلما كثر تواضعه. طيب، وكلما كان جاهلا حصل من التكبر والإعجاب بنفسه. التعليم لا يجلب إلا الخير. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: في قضية مركبة شيخ صالح، سافر زوجي لمدة شهر ونصف ثم عاد فجأة، وذلك فجر يوم 15 من شهر شعبان، وكنت قد نويت الصيام بنية الاقتداء بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبنية قضاء ما علي من أيام مضت في شهر رمضان السابق، وكان زوجي أيضا قد نوى الصيام تطوعا واقتداء بالسنة، وحدث بيننا ما جعلنا نفطر ندمنا على ذلك، وقرر زوجي صيام يومين كفارة عما فعل وصامهم فعلا، وصمت أنا يوما بنية الكفارة عن ذلك اليوم، فما الحكم في قضيتنا هذه جزاكم الله خيرا؟ هذا كله خطأ، لأن صيام يوم 15 من شعبان لم يثبت به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقصد صيامه وإفراده بالصيام من أجل أنه اليوم 15 من شعبان بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولكن من كان يصوم ووافق شهر ووافق 15 من شعبان أثناء صيامه فلا بأس، أما أن يقصد هذا اليوم بمفرده أو بخصوصه ويظن أنه يستحب صيامه هذا خطأ كبير، وهذا من الابتداع، لأنه زيادة في العبادة ما أنزل الله بها من سلطان. فما فعلته هذه المرأة وزوجها من قصد صيام اليوم 15 من شعبان أمر غير مشروع، ولا يجب عليهما قضاؤه إلى أفطراه، لأنه أولا أنه لا يجب قضاء إلا الصوم الواجب، الصوم الواجب هو الذي يجب قضاءه، أما صوم التطوع إذا أفطر فيه الإنسان فإنه لا يقضى. هذا لو فرض أن صوم شعبان النصف من شعبان أنه مستحب، مع أنه كما ذكرنا ليس بمشروع. طيب، فلا بأس بالإفطار فيه ولا قضاء على من أفطر فيه، لأنه صوم غير مشروع. وأما أنها نوت أن هذا اليوم يكون قضاء عن يوم من رمضان فلا مانع، ولكن لا تتحرى النصف من شعبان، بل إذا كانت تصوم قضاء وصادف أن دخل فيه في قضائها النصف من شعبان فلا بأس يدخل تبعا، أما أنها تؤخر القضاء إلى النصف من شعبان تظن أن النصف من شعبان فيه فضيلة هذا غلط. والقاعدة أن من صام قضاء يوما من الأيام فإنه يجب عليه إكمال اليوم، ولا يجوز قطع الصيام أثناء النهار في قضاء واجب، لأنه إذا شرع فيه لزمه إكماله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن نيتها بصيام التطوع نية في غير محلها شيخ صالح؟ نعم، نيتهما بالتطوع في النصف من شعبان، صيام النصف من شعبان بمفرده هذا غير مشروع، وفي نية في غير محلها. طيب، نعم، وكونهم يجمعون بين نية القضاء ونية التنفل أو نية الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تعليقكم على ذلك؟ لا سنة في هذا اليوم. طيب، بخصوصه. طيب،
اعتقاده من هذا من سنة الرسول هذا خطأ، وكونه يصوم بنية القضاء والتطوع هذا أيضا خطأ. من يصوم بنية القضاء إذا كان عليه قضاء من رمضان يصومه بنية القضاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. هل الإنسان أن يتطوع وعليه فرض لم يقضه؟ الأولى والأحوط أن يبادل بالقضاء. طيب. هذا هو الأولى والأحوط. طيب. فإن تنفل بالصيام قبل ما عليه من القضاء صح ذلك. الحمد لله. عند كثير من أهل العلم. طيب طيب. لأن القضاء موسع. طيب. والفرض الموسع يجوز التنفل قبله كصلاة فريضة إذا دخل وقتها. نعم. فإنه يجوز صلاة النافلة قبلها أو تشرع. الحاصل أن الفرض الموسع يجوز التنفل قبله، ولكن كل ما بادر الإنسان بأداء الواجب فهو أحوط وأفضل له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الأخيرة التي تعرضها أختنا تقول: زوجي يعطيني مبلغا من المال مصروفا للبيت، وأنا أعمل ولي مرتب خاص بي، فيدخل كله في مصروف البيت وأدخر ما شئت لوقت الحاجة، فيكون ما يعطي مما يعطيني زوجي، فهل إذا تصدقت فيكون مع ما يعطيني زوجي، فهل إذا تصدقت بجزء منه أو أهديت لأحد أقاربي هدية منه يكون ذلك فيه إثم؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بالصدقة على السائل من مصروف البيت، لأن هذا فيه أجر للجميع، وإعطاء السائل أمر مشروع. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال تعالى: أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فإعطاء السائل من مصروف البيت أمر مشروع ولا حرج في ذلك، والأجر للجميع إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين بعث بجمع من الأسئلة عبر رسالة له، ويقول في نهايتها: أخوكم في الله إياد أبو صلاح. الأخ إياد له جمع من الأسئلة كما أسلفت، يقول في أحدها: بعض النساء يأتي لهن العذر الشهري في رمضان ويقصرن في القضاء حتى يوشك أن يأتي رمضان أو بعدها بسنة ويتذكرن ويكسرن الأسئلة حول هذا الموضوع، فما هو التوجيه لأخواتنا يحفظكم الله؟ التوجيه أن من كان عليه قضاء من رمضان يستحب له المبادرة بقضائه من أجل تفريغ ذمته من الواجب، من أجل تحصيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنه بحاجة ماسة إلى ذلك، لكن يجوز له التأخير إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا عدد الأيام التي عليه، فحينئذ يجب عليه القضاء، ولا يجوز له التأخير إلى ما بعد رمضان من غير عذر. الحاصل أن من كان عليه قضاء من رمضان المستحب له المبادرة بقضائه، وله أن يؤخره إلى أن لا يبقى على رمضان الجديد إلا عدد الأيام التي عليه، فإنه حينئذ يجب عليه القضاء لأجل أن يخلص منه قبل أن يدخل رمضان الجديد. فإن أخره من غير عذر إلى ما بعد رمضان الجديد وجب عليه أمران: وجب عليه القضاء، ووجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبر أنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تتمكن من قضائه إلا في شعبان لأجل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز التأخير إلى أن لا يبقى إلا قدر الأيام التي عليه قبل رمضان الجديد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نطمع أن نكون خاشعين في الصلاة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، ولكننا نغفل أحيانا عن الكيفية التي تجعلنا خاشعين في صلواتنا، وجهنا إلى ذلك جزاكم الله خيرا. لا شك أن الخشوع في الصلاة هو لبها وروحها والذي شرعت من أجله. قال تعالى وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالخشوع هو روح الصلاة وهو لبها، وإذا خلت الصلاة من الخشوع فإنها تكون كالجسم الذي لا روح فيه. فالمسلم يجب عليه أن يحضر قلبه في الصلاة، وأن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة، وأن يتدبر كلام الله وهو يقرأه في الصلاة، فإن هذه أمور تستدعي الخشوع.
أولا إذا أقبل الإنسان بقلبه على الله سبحانه وتعالى وترك أشغال الدنيا وهمومها، ثانيا أن يستحضر عظمة ربه الذي هو واقف بين يديه ويخاطبه ويدعوه ويناجيه بكلامه وبدعائه سبحانه وتعالى، ثالثا أن يدخل في الصلاة وهو فارغ من الأشغال التي تشغله عن الصلاة، ولهذا نهي عن الصلاة بحضرة الطعام، ونهي عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، لأن هذه الأشياء تشوش عليه صلاته، فيدخل في الصلاة وهو متهيئ لها، ليس له شواغل بدنية أو نفسية تشغله عن صلاته. مع الاستعاذة بالله من الشيطان في بداية الصلاة بعد الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قال هذه الكلمة العظيمة بحضور قلب فإن الله سبحانه وتعالى يطرد عنه الشيطان الذي يشوش عليه صلاته من أجل أن يشغله عن الخشوع في صلاته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: بعض النساء يتساهلن في معرفة أحكام العذر الشهري، وحينئذ يفرطن في بعض الأيام، فقد تكون الواحدة منهن طاهرا ولا تؤدي الفرائض باعتقادها أن المدة لم تكتمل، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ يجب على المرأة المسلمة إذا انقطع دمها أن تغتسل من الحيض وأن تصوم في رمضان وتصلي الصلوات الخمس، لأنها لم تعذر في ترك الصلاة والصيام إلا في مدة الحيض، فإذا انقطع الحيض فإنه زال عذرها ووجبت عليها الصلاة اليومية والصيام في رمضان، وكذلك شرع لها أن تتنفل بما تيسر لها من نوافل الصيام ونوافل الصلوات وغير ذلك. الحاصل أنه يجب على المرأة المسلمة أن تبادر بالاغتسال إذا انتهت حيضتها لأجل أن تؤدي ما عليها من الصلوات ومن الصيام وغير ذلك، ولا يجوز لها أن تتكاسل أو تتأخر حتى يمضي عليها شيء من الواجبات تؤخره عن وقته أو تتركه استمرارا في حالتها وهي حائض، فإن حالتها بعد انقطاع الدم تختلف عن حالتها وقت نزول الدم، كانت وقت نزول الدم معذورة، لكن إذا انقطع دمها وانتهت حيضتها زال عذرها ووجبت عليها العبادات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة سمى نفسه أبو حذيفة، مقيم في المنطقة الجنوبية، يقول: عندنا بعض الناس يعتقدون في الأولياء ويعتقدون النفع والضر ويستعينون بهم في كل أحوالهم، رغم أن بعض الأولياء كما يسميهم الذين يستعينون بهم قد توفوا من سنين، ولقد حذرهم بعض الإخوان ولكن بدون فائدة، وبعض الناس رجعوا وتابوا إلى الله، ما حكم مثل هؤلاء جزاكم الله خيرا، ولا سيما إذا توفوا على ذلكم الحال يحفظكم الله؟ من توفي وهو يستغيث بالأموات ويدعو الأموات ويتقرب إليهم فإنه يكون مشركا بالله عز وجل الشرك الأكبر، ويعامل معاملة المشركين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يعامل معاملة المشركين لأنه مشرك بالله عز وجل، مات وهو يدعو لله ندا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، هذا أمر خطير جدا، فيجب على هؤلاء الذين يتعلقون بالأموات ويستغيثون بهم أن يتوبوا إلى الله وأن يخلصوا العبادة لله، فإن الأموات لا ينفعون ولا يضرون وليس لهم من الأمر شيء، ولا يجوز التعلق بهم والتبرك بهم أو اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون، هذا اعتقاد أهل الجاهلية، اعتقاد المشركين الوثنيين، فالواجب التوبة إلى الله ممن يفعل ذلك لأنه مشرك على غير دين الإسلام، ولو مات على هذا صار من أهل النار المخلدين فيها والعياذ بالله. ثم واجب العلماء طلبة العلم في كل مكان وفي كل زمان، واجبهم الأعظم أن يقوموا بالدعوة إلى الله، تبصير الناس وتحذيرهم من هذا الشرك، والواجب على ولاة الأمور، الواجب على ولاة أمور المسلمين أن يزيلوا هذه الأضرحة وهذه الأبنية التي بنيت على القبور، وأن يمنعوا الناس من هذا الشرك الأكبر، هذا هو واجب الجميع. يجب على العلماء أن يبينوا ويرشدوا ويحذروا، ويجب على ولاة أمور المسلمين أن يزيلوا هذا المنكر وأن يمنعوا منه بقوة السلطة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، لأن الناس معلقون بذممهم، الناس معلقون بذمم العلماء وبذمم ولاة الأمور،
يجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.